جاهز يا كرم؟ أنا جاهز. الجن الازرق هيعرف الفلوس دي راحت فين. كده الهارد ديسك يبقى ابيض يا ورد. يعني مفيش حد هيقدر يوصل لمكان الفلوس دي الا لو معاه رقم السري اللي انا عملته. برافو عليك يا اكرم. يلا بينا. يلا ايه؟ استنى يا فتحي. والفلوس اللي في البنك دي، ده انت اي خزنه مش هتاخد في ايدك دقيقه. احنا جايين لهدف محدد. واي تغيير على الهواء في الخطه هيسيب ورانا خيط، وانا مش عايز كده خالص. يلا بينا. واقف كده ليه؟ في حاجه؟ وعليكم السلام ورحمه الله. بقول لك واقف كده ليه؟ ابدا يا باشا، في واحد بس عنده غيبوبه سكر جايين ناخده وماشيين على طول. ماشي، بس اركن على جنب. اطلع. طمنا يا فتحي، الدنيا مشيت ازاي جوه؟ عينة باللوز. قول لي، عربية البوليس دي كانت عايزة منك ايه؟ ابدا يا سيدي، كان عايز نركن على جنب. باين. والله برافو عليهم، زي ما احنا بنشوف شغلنا صح، هم كمان لازم يشوفوا شغلهم صح. اطلع. تربو حبيبي يا تيحو، أول ما هستلم الفلوس أبقى أجيب لك نصيبة. ماشي يا تيحو، يلا انطلق. أشوفكوا على خير. سلام يا حبيبي. سلامك يا تربو. سلام يا ده أكرم. سلام يا فتحي. سلام يا حبيبي. أكرم. إيه؟ بقول لك إيه؟ هات رقم تحويل الحساب. أوه كنت هنسى. أوعى الورقة دي تضيع منك يا فتحي. دي فيها الخلاصة. الورقة دي لو ضاعت مش هنلاقي فلوس. خافش على اخوك، يلا انطلق. سلملي على ميرفت مراتك. يوصل يا كبير. الشاشة ما تسود. بس وقف هنا.
كبر لي السور، كبر كمان اخر تكبير عندي يا فندم. يا ولاد الايه، لو شوش ولا بصمات ده بساطه مسلح، ده عمليه مدروسه كويس قوي يا فندم. الناس دي عارفه هي بتعمل ايه بالظبط، وبتخطط وبتنفذ تخطيط ما بيخرش الميه. المهم يا فندم، احنا هنجيب الناس دي ازاي؟ معتز تستجوب بواب العماره اللي فيها البنك، وسكان العماره والعمارات اللي حواليها، جايز يكون حد شاف ولا سمع اي حاجه، وتتابع تقارير المعمل الجنائي وتجيب لنا منها نسخه. تمام سعادتك. وانت شريف تجيب بتوع الدوريه الراكبه تستجوبهم، وتتابع عربيه الاسعاف المسروقه، عايز اعرف اتسرقت ازاي وامتى، وتابع لانهي مركز اسعاف او مستشفى. حاضر. وبالمره بقى تجيبوا لي ملفات كل المسجلين خطر اللي عملوا اي عمليه سطو مسلح في السنه اللي فاتت، وتعرضوا الصور دي على البواب، جايز يتعرف على حد فيه. واعملوا حسابكم يا اساتذه، مفيش حد هيروح غير لما تجيب الناس دي، مفهوم؟ تمام سعادتك. مفهوم يا فندم. هتروح مني فين؟ هعرفك وهجيبك. عايزه اروح فين؟ انسه كرمه، ده 5 كاس تشربيه الليله، اصل كده كفايه. الله، انت مالك؟ ان شاء الله اشرب حتى مليون كاس وانت في حاجه مجيبك. انا مش قصدي. طب لو سمحت عايزه كاس دي. امرك. شكرا. امرك يا انسه. شكرا. ويسكي دبل سك. انا مش فاهم يا اخي، ايه اللي عاجبك في المكان ده؟ مكان هادي وكل واحد في حاله. جبت لي رقم التحويل؟ جبت لي بقيه الفلوس؟ ده شيك ب 25% من قيمه العمليه. وداي بعد الراجل ما يتاكد ان المبلغ دخل حسابه، بقيت حسابك هيبقى عندك. الله يسلمك. جيت بدري يعني النهارده؟ عندي شويه ورق كده لازم اقراه، قلت اجيبه اقراه هنا في البيت على رواقه احسن. قضيه جديده؟ مقربه قوي، مش عارف الاقي لها سكه لحد دلوقتي. طول عمرك شطور، ياما في قضايا كتير قوي كانت صعبه وقدرت توصل لحل فيها. في يا نورهان؟ مالك؟ ها؟ أنا؟ إيه مالي؟ أنا اللي بسأل، فيكي حاجة؟ في حاجة. حاجة إيه؟ بص يا طارق، إحنا من يوم ما اتجوزنا متفقين إن أنا مش هخبي عليك أي حاجة. في الحقيقة هو في حاجة حصلت وأنت ما تعرفهاش. إيه اللي حصل؟ أنا كلمت حنان النهاردة وقلت لها تاخد ميعاد من الدكتور، وعدينا على سهى في المدرسة وخدناها ورحنا. دكتور النفساني اللي كنت كلمتك عنه. ليه؟ ليه يا نورهان؟ احنا مش اتكلمنا في الكلام ده وقلت لك ما تعمليش كده؟ مش قلت لك ان اللي عند سهى ده ازمه وهتعدي؟ مش محتاجه تشوف لا دكتور نفساني ولا زفت. طارق، اللي ايده في الميه مثل ايده في النار. انا شايفه بنتي بتضيع من بين ايديا. ما كانش قدامي حل تاني غير اني اعمل كده. كان غصب عني صدق. والدكتور بقى يا ترى لقى حل؟ قدر يخفف سهى؟ الدكتور طالب يشوفك. يشوفني انا ليه ان شاء الله؟ يعني ياخد منك شويه معلومات عن سهى، يتكلم معاك.
عشان كده جيتي تقولي لي انك رحت له. لو ما كانش طلب يشوفني ما كنتيش هتقولي لي. طب على فكره بقى، انا اللي عايز اقابله ولا اشوفه ولا اتكلم معاه. ليه العند بس يا طارق؟ فكر في مصلحه سهى يا اخي. وهي مصلحه سهى ان انت تجرجريها عن دكاتره المجانين دول؟ الدكاتره النفسيين دول انا بشتغل معاهم وعارفهم كويس قوي، يجننوا العقل. تنقص بعد كده تخشي بقى في السحر والشعوذه، تروحي تعملي لها عمل، تدقي لها زار، تفتحي لها المندل. طارق انت بتقول ايه؟ انت عارف كويس قوي ان انا ولا جاهله ولا بامن بالكلام اللي انت قلته ده. بس انا ام واقفه متكتفه وشايفه بنتي بتضيع من بين ايديا وانا مش قادره اعملها اي حاجه. ارجوك يا طارق، ارجوك يا طارق ما تنشفش راسك ولازم تيجي تقابل الدكتور. انا قلت لك الكلام ده قبل كده، اللي انت بتعمليه ده غلط. أنا مصلحة سهى تهمني أكتر من أي حد، لكن اللي بتعمليه ده هيجننها، هيضيعها مننا. على فكرة اللي اسمها حنان دي من هنا ورايح أنا عايزك ما تعرفيهاش، ما تطلبيهاش ولا تكلميها تاني. طارق أنت بتقول إيه؟ أنت عارف حنان دي تبقى إيه؟ دي زميلة عمري. ده أنا ما أعرفش غيرها. ماليش صاحبة غيرها، دي كانت زميلة دراسة، زميلة حياة، زميلة عمر. دي معايا من أيام المدرسة. أنا ما أعرفش حد غيرها. بنتي سهى، شوف بقى يا طارق بسرعة. بنتي مش هعمل كده، مش انا كسرتها، هي اللي وقعت غصب عني. ارجوك ما تضربنيش، مش هعمل كده تاني، حرام والله حرام. حبيبتي سهى، سهى بابا طارق عمره ما ضربك يا حبيبتي. يا حبيبتي فداكي مليون اباجور. لا لا مش هعمل كده تاني يا بابا شكري، بس ما تضربنيش حرام والله حرام. مش بابا شكري، مش بابا شكري، كلمي الدكتور وخديني معاك، هروح قبله. طارق انت بتتكلم بجد؟ تعالى يا فتحي اتفضل. ها قريت الملف؟ قريته. وايه رايك؟ العملية تقيلة مش سهلة، وبعدين الهدف متحرك في عز النهار، يعني الموضوع ده كده محتاج ترتيبات وتجهيزات على الشعرة. انتوا محتاجين العمليه دي تتنفذ امتى؟ يعني على اول الاسبوع اللي جاي. يا فتحي قدها ولا مش قدها؟ العمليه دي هتتكلف، العميل ده هيقدر يدفع؟ العميل مستعد يدفع اي مبلغ، المهم ان العمليه تتم. عظيم، بس احب اكد لك برضو ان العمليه هتحتاج مصاريف كتير، ومش كده وبس، احنا كده بالطريقه دي محتاجين واحد رابع. متعملش هم الفلوس، انا هجهز لك كل اللي انت عايزه، يعني يوم او اتنين عد عليا هنا في المكتب اديك اللي انت عايزه. اما بالنسبه للرابع بقى، عندي واد مجدع قوي وقلبه ميت وضربه السلك، مستعد يخدم في اي مصلحه. ايوه بس المهم انت تعرفه كويس. اعرفه كويس قوي، هو اشتغل معايا زمان كده في كذا عمليه، بس ده ما يمنعش برضه ان انت تحطه تحت عينيك لحد ما تامن له. ايوه اسراج، ما الوقت ضيق ومش هلحق اعمل كل اللي انت بتقول عليه ده. بعدين بصراحة أنا ما بحبش القلق. ولا أنا وحياتك، مين قالك إن حد فينا بيحب القلق؟ ما تخافش، الولد ده كويس، وزي ما بيقولوا يعني الأقربون أولى بالمعروف. يا لعبك يا سراج، أحبك وأحب إيمانك. عموما خلاص ابعتهولي على البيت وأنا هشوف وأتصرف معاه. وأنا هجهز لك المطلوب، المهم العملية تتم في ميعادها. اطمن وطمن العميل، اعتبر كل حاجة حصلت. يلا أشوفك على خير يا أستاذ. سلامة أبو الفتوح. سلامة حبيبي. ماهر عبد التواب السيد الشهير بماهر تربو، ده كان محترف سباق عربيات، دخل سباق رالي فرعنا من كام سنة وعمل حادثة كبيرة قوي، والعربية اتقلبت بيه وولد، وهو اتصاب إصابات خطيرة جدا ونقلوه بعد كده على المستشفى ما بين الحياه والموت، وكل ده مذكور في المحضر، ومن ساعتها يا فندم اختفى وبطل سباق العربيات. هو احتمال كبير ما يكونش هو، ممكن يكون في تشابه في الملامح، خصوصا ان الصوره مش واضحه. بس ما تنسوش برضو ان الصوره دي قديمه قوي. حتى لو احتمال واحد في المليون اللي هو المشتبه فيه، لازم نمشي ورا الاحتمال ده، احنا ما قدامناش غيره.
عموما يا فندم هو له عنوان مذكور في المحضر. شريف تتاكد من العنوان بتاعه في الاحوال المدنيه، لو كده تروح تتحرى عنه على طول. بس على الله يكون لسه ساكن في نفس المكان. يا سيدي هي محاوله ومش هتخسر. بقولك ايه، خد معاك ساره للتمويه، هتساعدك في التحري عشان ما حدش يعرف انك مباحث. طبعا ده لو اخينا لسه في نفس العنوان عشان ما يحسش بحاجه ويزوغ. يعني يا فندم ساره هي اللي هتسهل مهمتي؟ انا شايف ان احنا بقى نبطل رغي ونشوف شغلنا. بقولك يا شريف اتحركوا يلا وتابعني اول باول. ماشي حاضر يا فندم. اتفضل. اتفضل يا استاذ، ربنا يسهلك. يسهلك ان شاء الله. مش ملاحظ ان شريف مستلم ساره اشتغالات؟ والغريبه كمان ان هي مش ساكتاله، عاملين زي ناقر ونقير. لعب العيال ده ملوش مكان في شغلنا. ايوه بس ساعات لعب العيال ده بيقلب بجد. بيني وبينك انا نفسي يقلب بجد عشان الواد ده نرتاح منه ويتبط. ما هو محدش بيربي الرجاله غير الستات. في ايه يا معتز؟ احنا جايين نحب ولا نشتغل؟ وبعدين يا طارق في ايه؟ هو انت فاكر الناس زيك ما وراهاش غير شغلها وبس؟ بقولك يا معتز والنبي مش انت كمان، انت هنا ومراتي في البيت؟ والله مراتك دي صعبانه عليا يا اخي. لا انت كده بقى هتضطرني اعمل فيك تقرير منيل ب60 نيله ينيلوك الصعيد ولا الواحات عشان اخلص منك وارتاح. لا وعلى ايه؟ خلاص يا سيدي حقق في البق اهو. ايوه نقطنا بسكاتك بقى. يا نورهان خير؟ خير يا حبيبي، وحشتني. بس كنت حابه اقول لك اني اخدت ميعاد من الدكتور بتاع سوها. امتى؟ يناسبك الاسبوع الجاي؟ اشمعنى يعني اول الاسبوع اللي جاي؟ يعني ده الميعاد اللي هتتنقل فيه الحاجه، ودي الفرصه الوحيده اللي قدامنا نقدر نحط ايدينا عليها. بس عمليه زي دي محتاجه ترتيب وتجهيز. واحنا كده هنلحق؟ احنا قدامنا اسبوع، لو كل واحد فينا نفذ اللي عليه هنلحق وزياده. ها اي اسئله تاني؟ على البركه عمنا، كله على الله. على الله. يلا تربو خد شايك وزق عجلك انت وغنيم واتكلوا على الله، وبكره تجيلي عشان نرتب كل حاجه. باذن الله العمليه هتتم زي السكينه في الزبر، بس انت قدم المشينه ان شاء الله. طب يلا يا اخويا، ولا انت ناوي تبات هنا؟ اخش دورة المايه اللي انا محصور. مش دورة المايه كده برضو؟ على طول في المين. ايه ده؟ عليا امشي من غير ما اجي واشكرك على احلى كوبايه شاي شربتها من سنين. متشكره يا اسمي غنيم. غنيم عشماوي العنتيل، ما تنسيش الاسم ده. ويا ريت لما اجي تاني تكوني موجوده هنا علشان تتحفيني بكوبايه شاي حلوه من ايدك الحلوه. يلا يا غنيم، ولا انت هتبات عندك؟ تعالى انا اهو اشوف وشك بخير وقريب. على فكره جوزك ده راجل يتحب. هو اللي يتجوز امرايا زيك يبقى اكيد بيقدر، يبقى لازم يتحب. يلا عم تربو
يلا يا اخويا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله ما نظيفه ما تقلقش، ما طاهره. انا مش فاهمك الصراحه يا فتحي. في ايه؟ احنا من امتى مدخل حد غريب وسطينا؟ العمليه محتاجه واحد رابع. وما لقيتش غير اللي اسمه زفت ده؟ عادي، سراج بعتهولي قلت اجربه. انا مش مستريح له. المهم انه يسد، والمهم الاكتر ان حضرتك تركز في شغلك، عشان العمليه دي عايزه نكون كلنا زي راجل واحد بينفذ عمليه واحده. اتفقنا؟ المهم صفيت مع ميرفت؟ اتصفينا يا سيدي، بس ايه بقى بعد ما خدت كل الفلوس اللي فضت معايا. والله برافو عليك. يلا معلش، اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. المهم انا عايزك بكره اول ما تصحى تعدي عليا عشان نروح نعاين مكان العمليه. تمام، اول ما اصحى تلاقيني عندك. عمليه سعيده. انا اسعد. ميرفت. ايه مالك قاعده متنحه كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه، اديني قاعده مستنياك لحد ما تخلصوا رغي عشان ننكشح من هنا. ننكشح؟ هو الجعير اللي اسمه غنيم ده كان بياكلك ليه بعينه؟ ما تسال عن الدبال يا اخويا، انا مالي. ما تنرفزنيش يا ميرفت. اصل الصراحه كلامك يغيظ، انت محسسني ان غنيم ده من طرفي انا. مش انت يا اخويا اللي بترموا لنا الاشكال الضاله ديت وترجع بقى تقول لي عمل وما عملش؟ انا مال اهلي اذا كان بص لي ولا ما بصليش. ماشي، عموما الزفت ده لو بص لك تاني انا هفرقع له عينيه. براحتك، هتفرقعها تطرقعها انا ماليش فيه. وانت لما يكون قاعد معانا ما تقعديش رايحه جايه كده قدامه. حاضر، هبقى استخبى ولا اقول لك وانا ماشيه ابقى البس على وشي برقه. حلو كده، شكلي هبوظ لك وشك ده خالص والله العظيم يا ميرفت. قلبك ابيض. طب بذمتك، بذمتك اهون عليك. وبعدين يا حبيبي اتقل كده واملى مركزك عشان الراجل اللي مالي مركزه ما يخافش من الست الحلوه اللي معاه. وبعدين غنيم اللي انت بتقول عليه ده ما يخش ذمتي بربع جنيه مخروم. ويلا بينا بقى عشان عايز امشي وابقى اكمل وصله الغرام والانتقام ده في البيت براحتك. يلا بينا. باشا لحد الزور بقى. تمام كده؟ تمام. مش ده عدوي اللي كان جارنا زمان؟ ازيك يا عدو؟ تاح وحشنا قوي تاح. انت اكتر. عامل ايه؟ خرجت من السجن امتى؟ يعني بقالي مده كده. والدنيا عامله معاك ايه؟ اهو بتخبط فيا وخبط فيها وعايش. عايزين نتقابل الليله. انت هتخلص شغل الساعه كام؟ كمان ساعتين. ده رقم تليفوني. الله، ايه ده يا سعدوي؟ انت سايب شغلك وقاعد ترغي مع الزباين؟ شوف العربيه اللي داخله دي وبطل رغي يا بلد. الليله ما تغسلش ايدك قبل ما تكلمني. شكرا. هو يا فتحي؟ اه هو. طب وايه اللي ده احضر حاله كده؟ الدنيا ملهاش امان يا اكرم.
يا ريت تتعلم. يلا وصلني وبعدين خد مراتك روحها ونتقابل بالليل عند تربو. ماشي نجيب الباقي. ماشي يا شكرا. يا عدم معلش يا فتحي الفلوس هتأخر المرة دي شوية. اشمعنى؟ يعني على العميل ما يصرف قيمة التأمين وفي نفس الوقت يطمن البضاعة كاملة. ايوه يعني هنقبض امتى؟ اسبوعين ثلاثة بالكتير. تمام خلي الصندوق معايا لغاية ما تجيب الفلوس وبعدين ابقى سلم واستلم. ليه مش واثق فيا ولا ايه؟ لا انا واثق فيك بس في ناس تانية انا مش واثق فيها. مالك يا فتحي؟ أول مرة أشوفك عصبي كده. هو حصل حاجة في عملية النهاردة؟ بلاش تعرف إسراك. بلاش. الله يا فتحي أنت من إمتى بتخبي عليا يعني؟ من الكلب اللي أنت رفضتنا بيه اللي اسمه غنين. ماله عمل إيه؟ فاكر نفسه داخل حرب. بعد ما خلصنا العملية قام قاتل الحرس وقام قاتل السواق وأنت عارف إن أنا ما بحبش الدم. المهم ان العمليه تمت في السليم ورجعتوا بالمطلوب ومفيش عليكم اي حاجه. يعني ايه تمت في السليم؟ بقول لك في ثلاثه ماتوا. فاهم يعني ايه ثلاثه ماتوا؟ ما تهدى بقى يا فتحي، امسك نفسك شويه. طب فرضنا انا مسكت نفسي، تفتكر البوليس هيمسك نفسه؟ ده هيقفر علينا بايديه واسنانه لغايه ما يلاقينا، وساعتها مش هيرحمنا. في دي عندك حق.
عشان كده عايزك تكن اليومين دول انت ورجالتك لحد عين البوليس ما تغفل عنها. يكون في علمك يا سراج ان غنيم مش هيعدي من تحت درسي وهفرمه، ومحدش هيقدر يحميه حتى لو انت يا سراج. ماشي يا فتحي ماشي، اتكل انت بقى على الله دلوقتي، ولما عمولتك توصل هبقى اكلمك تسلمني الصندوق تستلم فلوسك. بس يا ريت بقى المره الجايه تكون هديت شويه بدل الحاله اللي انت فيها دي. الحكاية بقت واضحة جدا يا فندم، احنا تأكدنا ان اللي نفذوا عملية النهاردة هما نفس التشكيل العصابي اللي نفذ حادثة البنك. ايوه بس العملية اللي فاتت كانت نظيفة مفيهاش دم، المرة دي في ثلاثة اتقتلوا، ده معناه ان هما بيصعدوا عملياتهم وده بيمثل خطورة على الأمن العام. اسمع طارق فهمني كويس، انت لازم تبذل أقصى مجهود عندك عشان توصل للناس دي وتقبض عليهم. تأكد سيادتك احنا مش هنهدى ولا نرتاح غير لما نوصل للعصابة دي ونقدمها للعدالة. ده من الناس اللي اتقتلت النهاردة في رقبتنا كلنا، ولازم نجيب حقهم. وانسى، مش هقبل أي أعذار خالص، فاهم؟ تمام يا فندم. اتفضل. وفتحة اتأخر؟ زمانه جاي. حلو. هناكل واحدة ولا ايه؟ بسم الله. تحرين تاكل على درس ينفع نفسه. عشر سنين في الهباب دوت، ايديا ما اتعصتش بالدم، واول عمليه للكلب ده يعص ايدينا كلها بالدم. ليه؟ 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 حلوة منك يا فتحي، حلوة. لا ملعوبة. فين فلوسي بقى؟ عايز فلوسك يا غنيم؟ آه. تعال خدها عند العربية. وحشنا يا عم غنيم والله. اخ جبت لك بقى شويه لحمه راس وحلويات، انما يستاهل بقك، مع ان الحاجه حواجه، بس انت اخويا وحبيبي وما استخسرش فيك اي حاجه.
وده السيد. خلي دول معاك. ايه يا عم غنيم، ده احنا اخوات، انت بتعمل ليه كده؟ مع الاخوات ما قلناش حاجه، بس المليان كوب على الفاضي. هو انت كده طمنتني، شكلها كده مبشبشه معاك يا صاحبي. انا اللي معايا دول شويه فك، مراليه مريشه. انا المفروض معايا قدهم 100 مره وازيد. انت بتتكلم بجد؟ والفلوس دي راحت فين يا غنيم؟ اوعى تقول لي بقى نسيتهم في اللوكاندا، ولا البوليس لما كبس عليك رميتهم ولا حاجه؟ طمن، فلوسي في الحفظ والصون. طمنتني يا صاحبي. بقول لك ايه، طالما الخميره متكمره كده، لو عايز نطلع مشوار في الرفيع نجيب الخميره تبات في حضننا، انا ما عنديش مانع. احنا اكتر من شقه يا عم غنيم. الحكايه غير كده خالص يا ريش. طب ما تفطمنا على الحكايه، ايه الموضوع؟ فلوسي عند ناس ولاد هرمة، حق من عمليه عملتها معاهم وعايزين يستندلوا، وبسببها بقى البوليس رصدني وفلت منهم بالضالين. والناس نظامها ايه يا غنيم؟ عايزين يلعبوني يا سيد، عايزين ياكلوا عليا حقي ويطلعوني من مولد بلا حمص. وانت عارفني انا ما سيبش حقي ابدا لو فيها موتي. انت هتقول لي يا عم غنيم، ما انا عارفك من زمان. طب ما تقول لي على الناس دي ونروح ناخد حقنا من حباب عينيهم. لا يا سيد، الناس دي مش سهل، لازم نشتغل لهم في الازرق الاول لحد ما اعرف اخد حقي منهم تالت ومتلت. دي احنا نشتغل لهم في الازرق والاسود والاحمر لو عايز كمان. يبقى جهز نفسك للطلعه اللي جايه. دي طلعت ايه بقى يا مؤاخذه؟ بدايه الشغل في الازرق. غلطه وبندفع ثمنها كلنا من ساعه ما وافقت ان غنيم الكلب ده يشتغل معانا. والواد ده مجنون، مش هيجيبها البر، عشان كده لازم نوقفه عند حد باي شكل. سراك دلني على طريق وانا هعرف اتصرف معاه بطريقتي. انت من ساعه ما جيت وانت بتتكلم وانا بسمعك ما سالتش نفسك انا طلبتك فين، قابلني ليه؟ ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ دي جرايد بكره. البوليس عرفوا. يعني دلوقتي الحكايه ما بقتش حكايه واد مجنون له مشاكل معاك. لا، كده كلنا بقينا في خطر. انت السبب يا سراج، انت السبب. ما انا مش عارف كان عقلي فين عشان يطوعني وقبل يشغلوا معانا. انت هتفضل تتعصب وتتنرفز كده؟ مش وقت لوم وعتاب يا حبيبي. لا، وإذا كنت عايز أقول لك أنا غلطان، حقك عليا، أنا آسف، أنا غلطت، ولأول مرة في حياتي برتكب غلطة زي دي، بس ده مش وقته. البوليس عرف طريقه، يعني معناها إن إحنا كلنا ممكن نروح في داهية، علشان كده يا فتحي لازم توصل لغنيم قبل البوليس وتخلص منه. ان شاء الله. ده ايه الحلاوه والجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. ازيك يا غنيم؟ بعد ما طليتي عليا بقيت تمام التمام. ايه يا اخويا اللي حدفك الحدفه دي؟ اصلا انا احب الروقان قوي 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 قوي. وما لقيتش روقان يعني غير هنا؟ اقول لي اتوجد، الله يجازي اللي كان السبب. قصدك مين؟ الغندور أخو النغة جوزك فتحي. عملنا شغلنا مع بعض واستندل بقى، وعايز السكينه ياكل عليا حقي. يعملها، ده نبو أزرق. وغلاوتك عندي فتحي، ده صيت على الفاضي، بس أنا حطيته هنا أهو ومش هعتقه. نصيحة من واحدة عجناهم وخبزاهم ومعشرهم من سنين،
ابعد عنهم احسن لك، وخصوصا فتحي ده لحسن قرصته القبر. معذوره حبيبتي، اصلك ما تعرفيش غنيم عشماوي العنتيل يطلع ايه. ده انا جامد قوي وما سيبش حقي لو حتى عند الجن الازرق مش عند السفتحي. ما بلاش جو الافلام الابيض والاسود ده يا غنيم، انا يا اخويا مش جايه اقضي ليله حمرا، وبعدين انا هرجع على البيت، لو اكرم اخد باله اني شاربه هتبقى حكايه. في دي عندك حق، بس على فكره انا مش بتاع افلام، انا من ساعه ما شفتك وانت سكنت القلب من جوه. ولا انا جايه اعمل غراميات. ولا انا وحياتك بتاع غراميات. امال عايز ايه بالظبط؟ اكلت دماغي في التليفون، نتقابل نتقابل، واديني جيت، هات اللي عندك. تعالي نحط هم على همك يا بنت الناس، ما الهم واحد وطرنا احنا الاتنين عند نفس الناس. الراجل المجدع المخلص اللي زيي عايزين يسكوه وياكلوا عليه حقه، والأمرايا اللي زيك اللي تتقل بالذهب مدفونه معاهم بالحياه. ما تقلبش عليا المواجع يا غنيم، وهات من الاخر، عايز توصل لايه؟ عايز ندور ونفتش على حل يخلصنا من الهم اللي احنا فيه ده. دي شبكة سودة وبعدين مش هتعرف تخلص منها. لو علي انا عايز اخلص منها النهاردة قبل بكرة، بس الاقي سكة. بس السكة كانت موجودة وكانت سالكة، لو اللي حصل ده بقى. مش فاهمة. تعالي وانا فاهمك. انا كنت ناوي اول ما اخد نصيبي من العملية، وده مبلغ كبير مش صغير، كنت هبلغ فرار انا وانتي ونهج برا مصر. يعني عايزني اطفش معاك زي الحبيبة في الافلام؟ وكان هيبقى احلى طفشان. انا في واحد صاحبي عنده كباريه معتبر في لبنان، كنت هشاركه بنصيبي واطلقك من اكرم ونتجوز، وهترقصي في الكباريه وهتبقي نجمة برنسيسة، وتعيشي بقى مع الراجل اللي بيحبك وبيقدرك وتخلعي من الهم ده. ما تاكلش بعقلي حلاوة يا غني. وحياتك وغلاوتك عندي كنت هأكلك بغاشة وبقلاوة لولا اللي حصل ده. فكري بعقلك يا ميرفت، العمر بيجري، والواد أكرم ده لو متشعلق بيك النهاردة بكرة يتشعلق بغيرك ويرميك يا مولاك ما خلقتني. لكن باللي بخططه ليا وليكي هتعيشي طول عمرك برنسيسة، الكل يجري وراكي ويتمنى رضاكي. ساعتها بقى نعمل قرشين حلوين، نأمن نفسنا من غدر الزمن، ونعيش في تبات ونبات، ونخلف صبيان وبنات. اهو كل كلام ابن عم حديد. افضل انت يا اخويا احلم كده وطيرني معاك فوق في الهوا، بس اوعى توقعنا على جدور رقبتنا. اما لما ضربوا الاعور على عينه قال ايه؟ خسرانه خسرانه. اسم الله عليك. معايا بقى مش هتخسري قد اللي خسرتيه مع النغة، لا ده انت هتكسبي وهتكسبي كتير قوي. حط ايدك في ايدي عشان نشوف حالنا ومصالحنا وغلاوتك عندي. بتشوفي عز وفلوس ما شفتهاش قبل كده. تسيبي الهم بقى وتعيشي مع راجل بيحبك ويقدرك ويشيلك في عينيه من جوه، عشان نعيش في هنا وسعادة. وعشان ده يحصل ايه المطلوب يا غنيم؟ ارجع حق اللي اتسرق مني. موت يا حمار، هي الحدايه بتحدف كتاكيت؟ مش حطول من فتحي غير شر واذاه. خلي ايدك في ايدي ونحط قلبنا على قلب بعض، ساعتها مش هنغلب، هنلاقي مليون طريقه وطريقه عشان نرجع بيه حقنا ونبلغ فرار ونسيبهم يخبطوا دماغهم في الحيط. انا عارف انك بتدوري على الفرصه اللي تخلصي بيها من الهم ده، والفرصة جت لحد عندك، اوعي تضيعيها، عشان لو ضيعتيها هتعيشي ندمانة طول عمرك. انت عقلك كبير وعندك إمكانيات تعيشك برنسيسة، عيب عليكي لما تعيشي بلقمتك مع عيل عويل زي ده. ماشي يا غني، همشي ورا الكذاب لحد باب الدار، وعلى رأيك ضربوا اللعور على عينه الخسرانة خسرانة. رتب انت وخطط وشوف هناخد حقنا منهم ازاي، وانا معاك. هو ده الكلام الموزون يا قمر.
رايا. بس اوعى شطانك يوزك وتلعب بيا، عشان مش كل الطير اللي يتاكل لحم، وانا لحمي مر قوي. زمان اكرم لعب بيا وعمل لي البحر طحينه، لكن دلوقتي انا صاحيه وساعه الجد هطربقها على دماغي ودماغك، واللي يحصل يحصل. انا مش هرد عليك بالكلام، انا حسيب الايام هي اللي تثبت لك انك مع غنيم دايما كسبانه، وهتحققي كل اللي بتحلمي بيه. قلتي ايه؟ قلت ايدي في ايدك يا غنيم. وانا كل ليك يا مرايا. الله 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 عبدالله، طول عمرك بتعرفي تختاري تقعدي فين وتاكلي ايه. شكري. رغم انك ما عزمتنيش، انا هطلع اكرم مني وهعزمك انتي وسوها حبيبه قلبي. انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني يا ستي هو اللي جابك وجاب كل الناس اللي هنا. جاي هدي اعصابي واستجم. مش انت جاي عشان كده برضو ولا جاي عشان حاجه تانية؟ ازيك يا سهى؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ بتاكلي ايه؟ ماما انا عايزه اروح التواليت. طب بالراحه، ما تخافيش، ما حدش هيقدر يعمل لك اي حاجه. روحي، واول ما ترجعي هنمشي على طول. يلا ماشي. عرفتي تكرهي بنتي فيا؟ انت ليك عين تتكلم؟ انت ايه يا اخي؟ ما بتحسش؟ ما عندكش دم ولا ضمير ولا اخلاق؟ ليك عين تقول بتكرهي بنتي فيا بعد كل اللي عملته فيا وفيها؟ اي راجل مكاني كان هيعمل اللي انا عملته اكتر منه مليون مره. مش ممكن اكون نايم في السرير ومراتي جنبي بتفكر في راجل تاني، عقلها وقلبها معاه، كان لازم اتجنن. انا مش هسمح لك انك تتكلم الكلام الرخيص ده. تبريراتك بايخه وسخيفه. ابعد عني وعن حياة بنتي بقى. يا ريت كنت اقدر، يا ريت كان بايدي، لكن اعمل ايه؟ انا اب، اب والله. حد يبعد عن بنته ضناه برضه؟ بلاش تلعب معايا العيبك القذره دي يا شكري، فاهم؟ انا برضه اللي بلعب العيب قذره؟ ولا ابوكي عامر الديب ملك الالعيب اللي بعدكم عن القاهره انت والبنت عشان يعرف يستفرد بيا ويساومني؟ انت عرفت منين ان احنا هنا؟ شكري الباشا يقدر يعرف اي حاجه عنك، لان عيوني حواليكي كتير قوي قوي يا نورهان. يا اخي انت ايه؟ مفيش عندك دم؟ مفيش عندك ضمير؟ بنتك ما بتصعبش عليك لما بتشوفها مرعوبه ازاي اول ما بتشوفك؟ حرام عليك، اعمل الصح مره واحده بس في حياتك وسيبنا في حالنا. حاضر يا نورهان، حاضر. من غير ما تتحمقي كده وتزعلي نفسك، انا هعمل الصح. هسيبك انتي والبنت تعيشوا في حالكم في سلام وهدوء، بس ده طبعا زي اي حاجة في الدنيا له تمن. كام؟ كام 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 كام؟ انا عايز تعويض عن شركتي اللي اتخربت واتقفلت، وتعويض كمان عن سنين الغربة اللي انا قعدتها بعيد عنك وعن بنتي. ومش هاخدهم منه كاش، هكرمه. خدهم منه عبارة عن أسهم في المجموعة. بالبساطة دي؟ وكده هعتبرها بداية جديدة، نقعد بقى نتفاوض بعديها عشان أشوف بقية حقوقي هاخدها إزاي. ده أنت بجح بجاحة صحيحة. فعلاً اللي اختشوا ماتوا. أنا لا بختشي ولا ناوي أموت يا نورهان. لكن أوعدك لو طلباتي اتنفذت أنا هبعد عنك خالص وهختفي من حياتك. ولو عايزة أي إجراء قانوني يضمن لك إن البنت تفضل معاكي أنا ما عنديش مانع. عشان ما تقوليش عليا بعد كده اني عظيم الرحمه والاحساس. بنتي مش هتسيبني، هتفضل في حضني، ومش هتقدر تاخدها مني يا شكري، برضاك او غصب عنك. غصب عني دي تنسيها خالص يا شاطره. وديكي شفتي اهو، لما بعوز اوصل لك بوصل لك انت وهي في اي وقت وفي اي مكان. لكن برضايا ممكن، كل شيء ممكن. اظن طلباتي واضحه، اقنعي ابوكي بيها. فكر يا نور في مصلحتك ومصلحة بنتك ومصلحة أبوكي كمان، وإلا بلاش وإلا دي.
أنا برضو ما يهونش عليا إن أنا هدد طليقتي حبيبتي أم بنتي، وساعة الجد هيبقى عليا وعلى أعدائي، هدمر حياتك أنتي وأبوكي وجوزك وبنتك، وساعتها بقى ما تلوميش إلا نفسك. وبيلوم يا أبوكي المتعجرف المتعالي، فاهمة؟ انت عارف كويس قوي ان انا ممكن اعمل لك فضيحه واصوت والم عليك الناس واطلب البوليس واقول ان انت جاي تعتدي عليا وعلى بنتي. وهو ده عايز الطلب. انا اصلي اموت في الفضايح قوي، ونعمل بقى محضر في شرطه السياحه، واكيد طارق بيها يعرف، ما هم ظباط واصحابه واكيد هيسيحوا. مين عارف يمكن يشك ان احنا كنا جايين هنا نتقابل من ورا ظهره عشان نرجع الذي مضى، ولا فكرك انه هيكبر دماغه عشان ما يخسرش العيشه الحلوه اللي هو عايشها؟ ما هو عايش في خيرك وخير عامر بيت ديب وعمال يغرف. انا بيتهيألي برضو انه هيكبر دماغه حتى لو كان ده على حساب كرامته وشرفه. اخرس الباشا اللي انت بتجيب في سيرته ده كان اب لبنتك وقت ما انت تخليت عن مسؤوليتك، كان أب لبنتك وبيحاول ينسيها كل اللي شافته منك. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ ما عندكش ضمير؟ على فكرة انت هتعيش قذر وتموت قذر. ابعد عننا بقى وريحنا، حرام عليك. لا مش فاهم طبعا. اقربش منك ماشي، لكن ما اقربش من بنتي؟ دي بنتي. ازاي انت تقولي الكلام ده يا نوران؟ اسمعي ما اقولك، انت هتلاقيني في كل حته قدامك كده لغايه لما تنفذي طلباتي انت وابوكي، فاهمه يا بنت ال ايه؟ بنت الديب. الديب اوه. تعالي حبيبتي تعالي. استني المفاتيح. محدش هيقدر يلمسك طول ما انا موجوده. انا خايفه قوي يا ماما، انا مش عايزه اقعد هنا، انا عايزه ارجع بيتنا. انتي بتترعشي كده ليه؟ يعني ايه ترجعي البيت؟ انا عايزه ارجع بيتنا بقى يا مامي. يعني انا سايب كل ده من مصر لحد هنا عشان اجي الاقيكم بتقولوا عايزين نرجع بيتنا؟ ماما ده وحشتني قوي يا ماما. وانت كمان يا حبيبتي. ايه يا نورهان، مش فرحانه انك شفتيني ولا مفاتيحك يا نورهان يا حبيبتي؟ ده انت يا راجل بتيجي في اوقات غريبه قوي. مش كنت تقول كنا استنيناك انا ونونو على قصدي انا ونورهان على العشاء؟ دم ها؟ انت انا مش هسيبك، انا عايز شرطه السياحه، انا مش هعمل له، انا هادي، انا مش هعمل حاجه عشان بنتي، انا هلم الموضوع عشان بنتي، بس هجيب شرطه السياحه يا طارق. ها؟ هفرجك. ماشي ماشي. الباشا بقى سايب شغله وحاله وماله ودم الناس اللي في رقبته ومسافر يبلطج ويتخانق يقدم فيه شكاوي محاضر. سيادتك الموضوع غير كده خالص. مش عايز اعرف موضوع حياتك بره المكتب، انت حر فيها، بس بما يليق باخلاق ضابط شرطه اساس والشكوى دي هحطها في الطريق. لكن اقسم لك بالله لو اتكررت تاني هوقفك عن العمل. والقضيه اللي معاك بقى اسبوع واحد، لو ما عرفتش تحلها هسحبها منك. اتفضل يا باشا. تمام يا فندم. هجر. ورجعت من السفر هي وبنتها على بيت باباها. كده الحكاية بتتعقد. وجودها عند عامر في البيت هيصعب الوصول ليها. طب والمحاضر والشكاوي اللي انت عاملها ملهاش أي تأثير؟ دي حاجات خايبة ملهاش أي لازمة. بعدين ما تنسيش إن طارق ضابط بوليس، يعني يعرف يخلص نفسه من الحاجات دي كويس. وكبيره هيعملوا له إيه؟ جيزة ولا ينقلوه؟ أنا كل ده ما يفرقش معايا. أنا اللي يفرق معايا صحيح الشيكات. الشيكات دي لو اترفع عليا بيها قضايا
كل التخطيط اللي انا عامله هيبوظ. كل حد ليه عندي مليون في السوق مش هيسيبني في حالي ومش هيرحمني. طب هتعمل ايه؟ مش عارف يا رانيا، مش عارف. قولي لي، الشيكات دي عند عامر في المجموعه ولا في حته تانية؟ وصل الشيكات عند عامر في المجموعه، في الخزنه اللي في مكتبه. تاهت ولقيناها. الشيكات عند عامر في المجموعه، وانت كمان موجوده في المجموعه، داخله خارجه على مكتبه، في وجوده وفي عدم وجوده. قصدك ايه؟ قصدي انك لو لقطتي لي الشيكات دي هيكون لك مكافاه عندي ما تخطرش على بالك ابدا. لا 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 لا، I am so sorry، انا اسفه جدا لغايه كده وشكرا. انا ما عنديش اي مشكله ان انا بلغك باخبار وممكن يعمل معاك ايه، بيفكر فيك في ايه، اكتر من كده ما اقدرش. انما تقول لي خزنه وشيكات وسين وجيم وروح في 60 ده، انا اسفه جدا، دي مش سكتي عن اذنك. مالك يا رانيا كهربتي كده ليه؟ اقعدي بس نتفاهم شويه. نتفاهم في ايه؟ اي تفاهم في الموضوع ده عباره عن تضييع وقت ليا وليك، دي مش سكتي يا شكري، الحاجات دي ليها ناسها. تصبح على خير. الحكايه دي مش سهله. وهي يعني لو كانت سهله كنا هنلجأ لك يا برهان بيه. سعادتك رجل المهام الصعبه. عموما كل مشكله وليها حل، مش هنغلب. الليله سكه. بس المهم السكه دي تكون في الامان. مش عايزين نتورط في مصايب ومشاكل احنا بغنى عنها. لا لا لا، انا كل سكك مضمونه. انا راجل برضو ليا اسمي وسمعتي، وخاف عليه. طب ما تجيب من الاخر يا متر، تقول لي بقى ايه اللي في دماغك. هو في واحد في دماغي انا اعرفه، يعني ممكن يخلص في الموضوع ده. هتصل بيه النهارده وقابله واعرض عليه الموضوع. يا ريت بقى بعد ما تقابله وترتب معاه ترتب لي لقاء معاه، عشان انا احب الاتفاقات اللي زي دي اكون موجود فيها بنفسي. حقك يا شكري بيه، حقك طبعا. انا هقابله وافهد معاه الموضوع، وساعه الاتفاق نقابله سوا ونخلص كل حاجه. فرصه سعيده يا شكري بيه. انا اللي اسعد الحقيقه، من كتر الكلام اللي قاله برهان بيه عنك خلاني عايز اشوفك واتعرف عليك. برهان بيه دايما بيسعى في الخير ويشكر انه عرفنا ببعض. شكرا يا اسراب، انا لولا ثقتي فيك ما كنتش قلت كل الكلام ده عنك. وانا لو في ايدي اي حاجه ممكن اقدمها لشكري بيه تاكد اني مش هتاخر. طب خلينا بقى في المفيد، برهان بيه ادالك فكره عن الموضوع؟ يعني بس يهمني اعرف تفاصيل اكتر منك. الموضوع بخصوص شيكات موجوده في خزنه في مكتب عامر الدين في مجموعه التجاريه. عامر الدين اشهر من نار على العلن. انا بقى عايز الشيكات دي. بس الحكايه دي مش سهله يا شكري بيه. طب ما انا عارف انها مش سهله، امال احنا بعتنا نجيبك ليه؟ شكري بيه عنده امل كبير انك تساعده في الحكايه دي، خصوصا يعني بعد اللي سمعوه مني عنك. ها، وانا تحت الامر، بس الحاجات دي هتحتاج ترتيب وتخطيط، والحاجات دي بتكلف. رتب وخطط زي ما انت عايز، وانا تحت امرك في اللي هتطلبه. هحتاج شويه وقت يعني عشان ارتب اموري. بس انا مستعجل، لانه في قضايا هتترفع عليا بالشيكات دي هتعمل لي شوشره في السوق انا في غنى عنها. ده غير ان احنا النهارده عارفين مكان الشيكات، يا عالم بكره هتبقى فين؟ يعني التاخير مش في صالحنا. الشيكات دي قيمتها قد ايه؟ 10 مليون. 10 مليون. انا عملت عن العمليه دي 20% من قيمه الشيكات. 20%؟ مش كتير؟ لا 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 يا صاد، ده كتير قوي. وبعدين شكر بيك عميل ممتاز، عايزين نخدمه. وانا مش متاخر، بس الحقيقه العمليه كبيره وخطيره، وعشان تتم كويس قوي هتحتاج تكاليف كتير. وبعدين انا لو جبت لك الشيكات مقابل المبلغ اللي قلت لك عليه هبقى موفر لك 8 مليون جنيه من ال 10 مليون. ده غير بقى مصاريف المحاماه والشوشره والسمعه اللي مش حلوه. عموما انا هسيب سعادتك تفكر براحتك، ولما تاخد القرار بلغ برهان بيه، هو هيبلغني وانا تحت امرك. اقعد يا سراج، انا موافق. احنا هناخد نص المبلغ مقدم، واول ما نجيب لك الشيكات نستلم منك بقيه الفلوس.
لا انا هدي لك دلوقتي الربع بس، ولما تجيب الشيكات تاخد بقية فلوسك. شكر بيه راجل مضمون، وبعدين الشيكات هتفضل معاك لحد ما تستلم فلوسك، مفيهاش حاجة يعني. وأنا تحت أمرك يا برهان بيه، وتحت أمر شكر بيه. كده يبقى اتفقنا. خلاص. وأنا هبدأ التجهيز من النهاردة. وأول سعادتك ما تبعت العربون، هبدأ التنفيذ على طول. أنا هرتب مع برهان بيه وأبعت لك الفلوس معاه. معرفة خير إن شاء الله شكر بيه، فرصة سعيدة. أنا أسعد. ان شاء الله يبقى في شغل كتير بينا الفتره اللي جايه. ان شاء الله. ان شاء الله. سلام يا برهان بيه حبيبي. صحتك، هتشرب لوحدك؟ ايوه يا غنيم، انا هنا لوحدي. اكرم وفتحي لسه خارجين من شويه. طيب طيب، بس بقولك ايه، ما تتاخرش. ماشي، سلام. ايوه تعال فتحي. ازيك اكرم؟ جاهزين. يلا بينا. بقول لك ايه، انت
استنى هنا تحمي ظهرنا وانت تعالى ورايا. يلا افتحي لعبتك طفش ابوها بيشتغل فيه لغايه. طب يا اكرم امن الطريق انت بره ولما خلص حصل. سوري فيش اخبار يا برهان بيه؟ ايه ده يا شكر بيه؟ لسه بدري بس اطمن كل شيء هيبقى تمام. وحشتنا سهرات زمان. والله انتوا اللي وحشتونا بس خلاص انا رجعت اهو مش همشي تاني. هنرجع ايام زمان وسهرات زمان. في صحة زمان وليالي زمان. في صحة اللي جاي اللي هيبقى احلى من زمان بكتير. في صحتكم. تشيز. تشيز. مرانا غنيم ادخل بسرعه. هنا يلا من هنا اهي. يا جماله يا جماله يا حلاوته. ايه الحلاوه دي؟ يلا يا غنيم ما شافوهمش وما بيسرقوا شافوهم وما بيتفرجوا. حالا يا قطه حالا يا مرايا. الخزنة متوصلة بجهاز الإنذار يا فتحي. دي الملاية دي امسكي دي. نلف القتيل ده. يا حلو يا قتيل يا حلو يا حلو يا حلو يا حلو يا حلو. يلا بينا. عارف فتحي واكرم
ممكن يعملوا فيا ايه بعد اللي حصل لو وقعت في ايديهم؟ يبقوا يدوروا علينا. وبعدين طول ما انت معايا ما تشيليش هم حاجه ابدا. طب هدي عنك. اشمعنى؟ عشان تعرف تسوق. مع اني كنت عايز اسوق في حضني. بس حضني وحضنك واحد يا قمر. شيلي. عنك عنك. يلا أكرم، حاول توقف النزيف بأي شكل. بحاول أهو يا فتحي والله. بسيطة عدو إن شاء الله أجمل. الحمد لله، عمر الشهابات. راح أكرم. اهدى يا أبو الرجالة، هتبقى كويس إن شاء الله يا عدو. أنا عدو خلاص، نوصل بس المطرح وهطهر لك الجرح. هعمل معاك الصح كله، ما تقلقش. شد يا فتحي شوية، شد شوية. شوف يا بطل، بطل والله العظيم. لا لا الحمد لله بسيطة. الرصاصة بس لسعت دراعك من بره وخرجت. معلش ثانية واحدة. ما تقلقش يا عدوي، كل حاجة هتبقى تمام. خلص الموضوع ده ولا نشوف دكتور شمال يخلصنا الليله دي كلها؟ الموضوع مش مستاهل يا فتحي، ده جرح سطحي. وبعدين اطمن، انا واخد كورس اسعافات من ايام رايح القاهره. الامور دي هايفه بالنسبه لي قوي. اكرم، روح نضف العربيه من الدم قبل ما نطمن على عدوي. حاضر. اسند هنا. عايز اكلم مراتي. اكلمها بس اقول لها ان انا هبات بره البيت، مش هينفع ادخل عليها بالمنظر ده. تمام كده عدوي، ارتاح انت بقى شويه وانا هقوم اعمل لك حاجه دافيه عشان تروق دمك. وبعدين يا سيدي بعديها نبقى نكلم الحكومه ونستاذن انك هبات معانا. يا عم بلاش تجيب سيره الحكومه لحسن جسمي بيقشعر، ربنا يكفينا شرهم. معلش معلش يا عدوي. يا اخي انت كمان. انا مش مصدق ان الليله دي خلصت وعدت على خير. يا ابني ليه؟ ده دقت على راس طول ولسه هتدق. مين اللي فتح الباب كده؟ ميرفت ميرفت
يمكن دخلت تريح شويه في ايه. اوعى اوعى ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ انا مش عارف مين يا اكرم. مش عارف مين يا جوز العلمه. الرقاصه اللي انت اتجوزتها سرقتنا وطفشت. ليه يا فتحي؟ ميرفت مش ممكن تعمل كده. وتعمل اوسخ من كده! أنا من الأول ما كنتش مستريح للبت دي خالص، وكنت عارف إن أول فرصة هأكلها هتخطر بينا، بس الغلطة مش غلطتك أنت، الغلطة غلطتي أنا، عشان مشيت ورا عيل غبي زيك ورحت جوزتها له ودخلت رقاصة وسطينا تعرف عننا كل حاجة. اهدى يا فتحي اهدى. هي هتروح مننا فين يعني؟ حاجتك هترجع لك وحسابي معاها بعدين. هدي نفسك. حاضر يا اكرم. هذا بس يا ترى سراج والناس صحاب الحاجه هيهدوا؟ هو صندوق المجوهرات كان هنا؟ كان هنا. ومراتك الرقاصه خدت وهربت. فتحي 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 يا ابو صالحي. اي ايه بتقول ايه؟ اقتحم من المجموعه سرقوها. انت بتقرر تقول ايه؟ ارجع حالك. في ايه يا بابا؟ ايه اللي حصل يا عم بيه؟ مجموعه اقتحموها سرقوها. انا لازم اروح دلوقتي. عم بيه بابا قومي يا سعد بسرعه. هاشم التليفون عامي. هاشم بسرعه يا نورهان. مستعجل على ايه؟ خدي نفسك الاول يا مرايا. ايه عايزه اتفرج فيها حاجه دي؟ لا مفيهاش، صبرك بالله. كلنا هنتفرج دلوقتي. حلوه. فين العده؟ عارفه الارقام؟ لا طبعا. استنى كده. كنز علي بابا يا غنيه. مش قلت لك الحق لازم يرجع لاصحابه؟ اهو الصندوق ده بتاع العمليه اللي كانوا عايزين ياكلوا حق فيها. اهي الدنيا ضهرت ولف ورجع لحد حضني. قصدك حضننا احنا الاثنين يا حبيبي. هو حضني ايه وحضنك ايه يا بت؟ ما خلاص احنا الاثنين بقينا واحد. رتبت السفر على امتى؟ قريب. ما تستعجليش على رزقك يا مرايا.
طب والحاجات اللي في الصندوق دي اللي تساوي ملايين هتصرفها امتى؟ هنا ولا في لبنان؟ اسال واتقص وشوف الصح ايه واعمله. طيب لحد ما يحصل بقى هيفضل ده في حضني. رايح على فين؟ داخله انام. والصندوق بيعمل معاك ايه؟ انت مخوناني ولا ايه؟ فشر دي كلمه برضو تقولها يا غنيم بعد اللي عملته كله علشانك. امال الصندوق هيعمل معاك ايه وانت نايمه؟ واخده يونسني ويدفيني. طب مش الواجب برضو تقولي لي انا اجي اونسك وادفيكي انت والصندوق؟ الواجب ده هيتاجل يا خفيف لحد ما نسافر، وبعد ما اتطلق من اكرم تتجوزني رسمي، ساعتها بقى تدفيني وتونسني. تصبح على خير يا ابو الواجب. وانت من اهله يا امرايا. الصبر جميل. مستغفلني بس هلاقيهم هلاقيهم وساعتها هدفعهم تمن غالي غالي قوي. كفاية عياط يا ابني، بطل شغل النسوان ده. اوعى تكون فاكر بدمتين اللي انت هتنزلهم هيرجعوا لك البرنسيسة فوق. شوف انت عايز تعمل ايه وانا معاك. انا هشوف انا هعمل ايه. هلاقيهم هلاقيهم. ما هو اللي يغدر بفتح زدان تبقى اخرته وحشه وحشه قوي. كاب رايح فين؟ مالكش دعوه، انت تخليك هنا في مكانك، ما تتحركش خالص، مفهوم؟ Thank you.
واخد الصندوق ورايحة على فين يا غنيم؟ تصحيت يا أمرايا؟ مش كنت تكملي نوم أحسن لك؟ يا ابن الكلب يا واطي، بقى بتخطر بي أنا بعد كل اللي عملته علشانك ده؟ وطي صوتك، انت دورك لحد هنا وفنيته انتهى. ده أنا هلم عليك الناس وافرج عليك الناس. اللي جابني جاي اطمن عليك واشوفك عملت ايه مع الموزه امبارح. يا نهار اسود منيل، الله يخرب بيتك، ايه اللي عملته ده؟ نصيبها عمرها جه كده وكلنا هنموت يا سيد. كلنا هنموت الموته دي؟ ايه ده غنيه؟ هو انت كنت ناوي تخلع بالهبره لوحدك ولا ايه؟ عيب يا جدع، انا اعمل كده؟ انا كنت اسهي الموزه وهي نايمه واخد الهبره واجي لك نقسم ونشوف خن جديد، لكن هي صحي بقى اعمل لها ايه؟ وانت فاكرك لو هي نايمه وصحيت ولقيتها غلط في 60 داهيه كانت هتسيبك؟ لا، كانت هتروح تبلغ البوليس ولا كانت تروح للنغه والغندور، دول كانوا قطعوها حتت بعد ما قلت معاهم. هنعمل ايه في المصيبه دي يا عم غنيم؟ بقول لك ايه؟ الشقه دي باسم سيد ريشه، ها؟ المصيبه دي انا هلبسها. ما اتفقناش على كده يا عم غنيم؟ تستهدى بالله يا سيد وما تسيحش بقى، ما تسمعش الناس. وبعدين انا مش ممكن اسيبك، احنا الاثنين في مركب واحد. حد قال لها تصحى بقى وتعمل السبع رجاله في بعضهم؟ بقول لك ايه؟ اسمعني كويس، المصيبه دي هنتويها في حته وناخد الهبره وتدينا انت في مصيبه تاني لغايه لما الدنيا تهدى، نطلع الهبره نقسم وكل واحد يروح لحاله. ماشي يابا؟ الله ينور عليك يا السيد. انا عينيا ليك، ده انا هبغددك اخر بغدده. وفي اكتر من كده بغدده يا عم غنيمة؟ ده انا من ساعه ما عرفتك وانت مبغددني اخر بغدده. بقول لك ايه؟ انا اقول لك كلمتين بس تحطهم حلقه في ودنك، ماشي؟ لو قليت بيا ولا عملت كده ولا كده مش هيحصل لك كويس يا عم غنيم. انا المزه ولا النغه؟ انا سيد ريشه، ها؟ من الاخر كده خلينا ستر وغطى على بعضينا يا عم غنيم، احسن لي واحسن لك، ماشي؟ عيب يا سيد اما تقول لي انا الكلام ده عشان انت ما تعرفنيش. أنا أكتر حاجة أكرهها في حياتي الخيانة، أنا لا يمكن أخون صاحبي أبداً. ما أنا عشان عارفك كويس يا شر خلق الله خايف منك. إهدى، خش شوف لنا بطانية، خلينا نلف فيها الموزة دي ونروح نتويها قبل ما النهار يطلع علينا، يلا. نلم الجثة ونرميها، نلم الجثة ونرميها، حاضر. فين يا سيد؟ اركن هنا يا عم، الصحراء واسعه ارميها في اي حته. هنا الحته دي كويسه؟ اه زي الفل. لسه فيها الروح. الو، بلغ الاشاره.
ايه؟ بتقول ايه؟ انا اتخدت في رجلين يا غنيم، والبوليس زمانه هرشنا دلوقتي. يا عم اهدى بقى، والمهم فكر لنا هنتوه فين. انا عارف انك مش هتغلب وهتعرف تتصرف. اقف اقف يا عم. ايه؟ اقف يا عم. في ايه؟ اقف. زمان الحكومه رشقت المكان وعرفت اوصاف العربيه ونمرها كمان. انزل. طب وهنعمل ايه؟ انزل يا عم. هنعمل ايه طب يا سيد؟ هنتنين نمشي على اخر الطريق لغايه لما نظهر في اي حته وناخد اي عربيه ثانيه. اخلص بقى. يلا الله يخرب بيتك وبيت اللي يمشي معاك تاني يا اخي. يلا انت لما تشوف الهبره مش هتقول كده. ايه اللي حصل؟ في ايه طارق؟ هي فين دلوقتي؟ هي مين؟ طب اسبقني انت على هناك وانا هحصلك على طول. سلام يا معتز. طارق في ايه؟ عيش المرجلة أصلا. شكرين أصلا. وين النظام؟ مكان بقى ولا الجن الأزرق يعرف إن إحنا هنا. أمان يعني يا سيد؟ يا عم أمان الأمان، دول كلهم ميتين. تعالى بس. والست اللي جوه دي عايزين نفهم إيه علاقتها بغنيم وصاحبه. أنا ما أعرفش ليه هم حاولوا يقتلوها وتخلصوا منها. أنا كل اللي أعرفه بيانات الرقم القومي بتاعتها. اسمها ميرفت السيد بسيوني عوضين، ساكنة في 11 شارع الأزهار المريوطية الهرم، متجوزة من أكرم عبد الواحد زيدان. يا دكتور إيه الأخبار؟ الست دي اتكتب لها عمر جديد. لو الطعنة كانت أعلى ب 3 سنتي كانت صابت القلب. طب إحنا نقدر ناخد أقوالها إمتى يا دكتور؟ مش قبل 3 4 أيام، على ما تتحسن حالتها وتقدر تتكلم. عن إذنكم. اتفضل. اتفضل. بقول لك يا معتز، نعم. عين لي عليها حراسه مشدده لحد ما تفوق وناخد اقوالها. حاضر. وتجيب لي جوزها ده اللي اسمه اكرم عبد الواحد زيدان. هو ده. انا هروح البيت اغير واطلع المديريه الاقيه قدامي حالا. هبعت له قوه تشده. انا متفائل يا معتز، حاسس ان احنا هنمسك اخيرا في خيط مهم يوصلنا للتشكيل العصابي ده. والله ما انا عارف، ده البوليس كان هنا كانوا بيدوروا على واحد اسمه اكرم، ولما سالنا ايه الحكايه قالوا لك عايزينه في مديريه الامن. مديريه الامن؟ ربنا يستر على الجميع يا رب. حضرتك متاكد؟ في اشاره جت من مباحث اكتوبر دلوقتي حالا بتقول ان في شك كبير جدا ان اللي اقتحموا مجموعه عامر الديب هو نفس التشكيل العصابي اللي عمل عمليه البنك واللي عمل عمليه عربيه نقل الاموال. غريبه جدا الحكايه كده. غريبه ليه يا طارق؟ سيادتك الاحداث مش راكبه كده. امبارح بالليل وغنيم كان في شقه في الشروق وحاول يقتل واحده ست زي ما سيادتك عارف. ازاي بقى كان في الشروق وفي نفس الوقت كان هو والتشكيل العصابي بيعملوا عمليه سرقه في 6 اكتوبر؟ ده سؤال مهم جدا. مطلوب منك بقى انت والفريق اللي معاك تجاوب عليه. حاضر يا فندم، انا هاخد الفريق بتاعي ونطلع على مجموعه عامر الديب نشوف ايه اللي حصل وندرس الموقف. طارق اقعد اقعد اقعد. طبعا انا عارف ان عامر الديب يبقى حماك، ده بصراحه مخليني افكر قدامك بصوت عالي. انا متردد، أبعدك عن القضية وما أخلطش العام بالخاص وما أحسش بأي حرج، ولا أخليك تكمل وأنت قاطع شوط كبير وكل خيوط القضية في إيدك؟ مش عارف أعمل إيه. سليمان بيه، أنا تلميذ سيادتك وحضرتك علمتني إن أنا أشوف شغلي بمنتهى الحيادية والموضوعية، وكون بقى إن المجني عليه ده يبقى حماية، فأنا أؤكد لك إن ده مش هيأثر على شغلي خالص. ده اللي بتمناه منك يا طارق، بس أرجوك لو حسيت بالحركة في أي وقت بلغني.
وانا اكلف زميل تاني. باذن الله مش هيحصل يا فندم، لاني متاكد ان احنا قربنا نجيب التشكيل العصابي ده ونحل اللغز اللي محيرنا بقاله فتره ان شاء الله. شد حيلكم يا رجاله، عايز ابطال ها؟ تمام، يلا وبلغني اول باول. هيحصل يا فندم بعد اذن سيادتك. اتفضل. واضح انه نفس التشكيل العصابي. احتمال كبير طبعا، وخصوصا ان كل الشواهد بتاكد ده. طب بقول لك ايه يا معتز، الواد اكرم ده جوز البت اللي غنيم حاول يقتلها، عايزين ناخد اقواله، جايز يقول لنا حاجه تفيدنا. خمس دقايق وهيكون جاهز. تمام يا فندم. ايوه عبد الواحد، في ايه؟ في واحد يا باشا قاعد من الصبح عايز يقابل المتحفظ عليه اللي اسمه اكرم زيدان. اسمه ايه الجدع ده؟ اسمه ماهر عبد التواب السيد يا باشا. مين؟ ماهر عبد التواب السيد؟ أنا ماهر عبد التواب السيد. أيوه كده، هلوا ورا بعض هلوا. خير؟ هو في حاجة ولا إيه؟ لو اختنا وراك يا ماهر يا تربي. ايه يا معتز؟ لحقت تاخد اقواله؟ لا الحقيقه ما رحتش. ليه؟ لان في واحد جاي يسال ويطمن عليه. طب ما ده عادي يا معتز. لا اللي جاي يسال ده مش عادي. مين؟ ماهر عبد التواب السيد. ماهر تربو؟ بالظبط، جيب رجليه بعد ما دوخنا السبع دخات. مش قلت لك ان احنا قريبين منهم جدا يا معتز؟ اوعى نكون شافوا بعض. عيب عليك، انا حطيت كل واحد في اوضه لغايه ما سعادتك نشوف هتبتدي بمين الاول. نبتدي بالصغير وخلي لي تربو ده بقى للاخر. علم وينفذ. مراتك فين يا راجل؟ مراتي؟ ايوه مراتك. ميرفت بسفين يا عوضين، مش ده برضه اسم مراتك؟ هي فين دلوقتي؟ معرفش. ما ده اسمه كلام، تبقى جوزها وما تعرفش هي فين. تعالى معانا دغري وقول اللي انت تعرفه عن مراتك، هتوفر علينا كتير وعليك. يعني ايه اقول اللي اعرفه عن مراتي؟ حضرتك عايز مني ايه بالظبط؟ تقرير الضابط بيقول انك قطعت هدومها اللي في البيت كلها وكسرت صورتها، ولما جاي يستدعيك لقاك في حاله نفسيه صعبه جدا. اقدر اعرف ليه؟ اتكلم يالا، الكلام ده حصل ولا لا؟ حصل. قطعت هدومها وكسرت صورتها ليه؟ اتخانقنا مع بعض خناقه كبيره، علت صوتها عليا فزعقت فيها وشدينا مع بعض وطردتها بره البيت. عادي يعني. اتخانقتوا ليه؟ هو اي راجل ومراته بيتخانقوا ليه؟ عشان شويه فلوس. ومراتك فين دلوقتي؟ معرفش، مش عايز اعرف. اخر حاجه سالت عليها عند امها ولقيتها مش موجوده. يعني انت ما تعرفش هي فين دلوقتي؟ اتفضلك. شكرا. تعرف ايه عن غنيم عشماوي العنتيب؟ مين؟ غنيم عشماوي العنتيل. بتتكلم يالا؟ وخد بالك احنا عندنا طرق تانية كتير نقدر نخليك تتكلم بيها، فاتكلم بذوق احسن لك. انا معرفش حد اسمه كده. مين عنتيل ده؟ طب وايه رايك بقى ان مراتك كانت عنده في شقته وانه حاول يقتلها وهي دلوقتي في المستشفى بين الحياة والموت؟ تستاهل، يا ريته كان قتلها. اديك طلعت تعرفها اهو. انا معرفوش ايا كان مين اللي معاها.
يغوروا في 60 داهية. طب ومراتك تعرفه منين؟ ميرفت كانت بتشتغل رقاصة في الكبريات قبل ما نتجوز. تلاقوا حد من الأشكال اللي كانت تعرفهم زمان وراحت له بعد ما اتخانقنا، بس الغلطة مش غلطتها، الغلطة غلطتها أنا عشان اتجوزت واحدة تربية كبريهات زيها. طب وتفتكر واحد زي غنيم ده يحاول يقتل مراتك ليه؟ أنا مش عارفه، هاتوا اسألوه. اتكلم يالا، الباشا بيسألك ترد. معرفش، ممكن يكون طمع فيها. ميرفت قبل ما تسيب البيت خدت كل الفلوس اللي كانت فيه وخدت ذهبها كمان، وهو ربنا وقعها في شر عملها. ماشي يا اكرم. طب وماهر كرم اللي جاي يسأل عليك ما تعرفوش ده كمان؟ لا، ماهر صاحبي من زمان، اعرفه كويس، اكيد عارف باللي حصل لي ده من حد من الجيران، فجاي يطمن عليا. يشتغل ايه ماهر ده؟ ايه؟ يشتغل ايه ماهر؟ سمعت جملة كويس. بيشتغل سواق. فين؟ لا دي معرفهاش. أنا كل اللي أعرفه إنه كان بطل سباقات زمان وحصلت له حادثة كبيرة وعجزته والدنيا لطشت معايا، فبقى يشتغل سواق شوية على تاكسي وشوية على عربية نقل، حاجات كده يعني. طب وإيه رأيك بقى إن ماهر ده متهم إنه عضو في تنظيم إجرامي خطير ومطلوب القبض عليه في كذا قضية؟ أنا عمري ما سمعت عنه حاجة زي كده. وبعدين ماهر طول عمره راجل طيب وفي حاله. هو صحيح الحال اتدهور بيه، لكن إنه اشتغل حرامي لا يا باشا. ماهر ما يعملش كده أبدا. يا سلام، ومالك متأكد أوي كده؟ حضرتك بتسألني وأنا بقول اللي أعرفه. بس. لو فضلت تصر على اللي أنت فيه ده وما تتكلمش، إحنا هنعتبرك شريك اللي اسمه ماهر ده في كل الجرائم اللي هنثبتها عليه. لكن لو اتكلمت هنعتبرك شاهد ملك وهنبعدك عن الجو ده كله خالص. ما عنديش حاجة خاف عليها، اللي أعرفه قلته. ماشي يا أكرم، مع إن ماهر صاحبك ده طلع أجدع منك بكتير، قر واعترف بكل حاجة. هو حر يقول اللي هو عايزه، لكن أنا كل اللي أعرفه قلته لسعادتك. شوف يالا، لو هتلف وتدور معانا مش هينفع الكلام ده. احنا هنديلك فرصة تقعد تفكر مع نفسك كده لغاية ما تلين دماغك، انما لو اصريت على اللي في دماغك ده فاحنا هنعرف ازاي نلين لك دماغك وبطريقتنا. مين كان يصدق يا عم ماهر انك تجيلنا هنا برجليك؟ ده انت دوختنا السبع دوخات يا راجل. والله يا فندم انا مش فاهم حاجة. انا جيت عشان اطمن على واحد صاحبي، حجزتوني هنا من غير اي سبب، من باب للطاق كده. هو في حاجه؟ صاحبك ده اللي هو اكرم زيدان مش كده؟ ايوه. علاقتك ايه بيه بالظبط؟ اكرم صاحبي وعشره عمر. وبعدين هو في قانون جديد طلع ولا حاجه يمنع الصحوبيه؟ الله الله الله، بالراحه علينا عم تربو، ده لسه الموضوع طويل وعايزين ناخد وندي كده بالهداوة. موضوع اللي طويل سعادتك، موضوع سرق البنك وعربية نقل فلوس وغيرها وغيرها وغيرها. سرقة بنك ونقل فلوس؟ هو أكرم لا سمح الله ولا حاجة متهم بحاجة؟ هتستعبط يالا ولا إيه؟ بالراحة يا معتز، بالراحة، مفيش داعي للإنكار يا تيربو. ظابط الدورية شافك قدام البنك وأنت قاعد في عربية الإسعاف المسروقة، مستني العصابة تخلص وتخرج لك. يا باشا عصابة إيه بس؟ وعربية إيه؟ وبعدين سعادتك ظابط الدورية اللي أنت بتقول عليه ده ما قبضش لي عليا ساعتها وكنا خلصنا. تيربو، إيه الحكاية لابساك لابساك؟ وبصماتك اترفعت من على عربية الإسعاف المسروقة. بصمات ايه يا باشا؟ سعادتك تقدر ترفعها وتطبقها بالبصمات اللي عندك، وانا الحمد لله
واثق في نفسي قوي وفي السليم لان ما عملتش حاجه غلط. على فكره اكرم صاحبك قال كل حاجه، ما تطلع جدع زيه وتعترف بكل حاجه، وانا وعدك هقف جنبك لو سلمتني بقيه العصابه. انت تهمتك بسيطه، يا دوبك بتسألهم العربيه، لكن لو فضلت مصر على الانكار هلبسك 20 تهمه وهتقضي بقيه حياتك في السجن. هو في ايه؟ انتوا عندكم قضايا كتير مش لاقيين حد يشيلها، تشويها لي ولا ايه؟ اتعادل يالا بدل ما اقوم اعدلك. استنى يا معتز، تعرف ايه عن غنيمه ماهر؟ غنيم مين؟ غنيمه عشماوي العنتيل. ايه ما تعرفوش؟ عشماوي؟ والله سعادتك انا ما اعرفش الا عشماوي واحد بس. عشماوي اللي بينفذ حكم الاعدام في الافلام. واللي هنسلم له رقبتك انت وبقيه شركاتك لو فضلت مصر على الانكار. انا قلت سعادتك انا راجل غلبان وفي حالي وماشي جنب الحيط وباكل لقمتي بالحلال. امال ليه كنت بتداري جمالك ومحدش عارف يوصل لك لغايه دلوقتي؟ ظروف شخصيه سعادتك. انا بعد الحادثه اللي حصلت لي حسيت اني عايز ابعد عن كل الدنيا حتى اقرب الناس ليا، وتهيألي يعني ده من حقي طالما ما بأذيش حد. ده في دي معاك حق. انت طبعا تعرف ميرفت مرات اكرم. طبعا اعرفها كويس قوي، مش مرات صاحبي. تعرف ايه يعني؟ ميرفت كانت رقاصه درجه ثالثه في الكبريهات، اكرم حبها واتجوزها مع انه راجل طيب قوي ابن ناس، اهله كمان ناس طيبين قوي، بس سعادتك عارف الحب اعمى، ومن يوم ما اتجوزها دايما عايشين في مشاكل. انا عن نفسي ياما نصحته ياما وقلت له ابعد عنها مفيش فايده، لان بصراحه كده معرفتها ما بيجيش من وراها الا القرف. وتعرف ايه عن علاقه غنيم بميرفت؟ يا فندم انا لسه قايل لسعادتك من شويه انا معرفش حد اسمه غنيم، وبعدين اكرم وميرفت عندكم ما تسألوهم. بتسألوني أنا ليه؟ شكلك هتتعبنا يا تربو. يا فندم أنا قلت لحضرتك إن أنا راجل غلبان وفي حالي، لا ليا لا في الطور ولا في الطحين. أنا مش عارف بس إيه الوقعة المهببة دي، بس كل جزاتي يعني إن أنا جيت أزور واحد صاحبي. صحيح والله خير إن تعمل شرا تلقى. بالعكس يا عم ترمو، بالعكس. اوعى تفتكر ان انت هتخرج من هنا بسهوله او هتشوف الاسفلت قبل ما نعرف اللي احنا عايزين نعرفه. ده احنا ما صدقنا يا راجل ان احنا جبنا واحد منكم، وان شاء الله الخيط هيكر وهنجيبكم واحد واحد. يعني ايه الصندوق راح منك يا فتحي؟ انا قلت لك اللي حصل يا سراج. انت عارف معنى كلامك ده ايه؟ انت كده هتدخلنا في مشاكل لا ليها اول ولا اخر. لا اصحاب الصندوق هيصدقونا ولا هيرحمونا. ايه ده يا سراج، خلينا نعرف نفكر بعقل. وانت خليت فيها عقل. انا من الاول ما كنتش مستريح ان الصندوق يفضل معاك، لكن قلت لنفسي لا يا واد، فتحي ده تقيل وعاقل وهيعرف يحافظ على الصندوق ويحطه في نن عينيه. لا طلعت لا تقيل ولا عاقل، وخليت عيل رد سجون وعلمه الاتنين يقرطسوك. هو مين اللي كان دخل رد السجون ده بينا؟ مش انت يا سراج ولا نسيت؟ وقلت لك نخلص منه، لكن للاسف انت ما طلعتش قد الحكايه وسبته، وهو اللي هيخلص علينا. وكل ده بسبب ايه؟ بسبب اهمالك انت يا فتحي. انا مش هحاسبك على الكلام اللي انت بتقوله ده، عشان انا مقدر حالتك، لكن صدقني لو في وضع تاني كنت حاسبتك عليه. لا تحاسبني ولا حاسبك، الصندوق كان في عهدتك انت وانت اللي مسؤول عنه، يعني المفروض انت اللي ترجعه. لو الصندوق ده مرجعش انت اللي هتشيل الحكايه كلها لوحدك، وانت عارف بقى فتح في شغلانتنا اللي بيقع بيجرى له ايه. عارف.
كويس قوي. زي ما انا عارف اللي بيقع بيحصل له ايه في شغلانتنا دي، زي ما انت برضه عارف ان انا فاتح زدان اللي ما بيقعش بسهوله، ونهار ما هيقع هيهد المعبد على اللي فيه، او زي ما بيقولوا يا روح ما بعدك روح. اتمنى يا فتح انك تقدر تلم الموضوع بسرعه قبل ما يوصل، وما يكونش مجرد كلام، يبقى فعل حقيقي. كنت هنسى، يا ترى جبت معاك الشيكات ولا دي كمان حصل لها حاجه تانية؟ فعلا ناوي تفرج عنهم؟ هفرج عنهم يا معتصم. بعد المجهود اللي احنا عملناه؟ وبعد كمان النيابه ما افرجت عن شكري؟ ايوه يا معتصم. لان ماهر واكرم مفيش اي دليل ملموس عليهم. يعني لو قدمناهم النيابه، النيابه هتفرج عنهم بعد 5 دقايق زي ما عملت مع شكري الباشا بالظبط. وساعتها شكلنا احنا اللي هيطلع وحش جدا. احنا كده ما عملناش حاجه. كل مجهودنا ده راح على الارض. وكانك ابو زيد مغازيل. بالعكس. الكلام ده يبقى صح لو فضلنا مخليينهم هنا، لكن بقى لو خرجناهم وحطينا عينينا عليهم وعملنا لهم مراقبة صح، هيوصلونا لباقي أفراد العصابة، وساعتها نقدر نجيب عليهم أدلة عشان لما نقدمهم للنيابة نبقى ضامنين إن هتحولهم للجنايات وياخدوا الأحكام اللي يستاهلوها. افرج عنهم يا معتز، بس ما يغيبوش عن عينينا لحظة. عايز تقرير يومي بتحركاتهم. خلاص يا طارق، اللي أنت شايفه. اتفضل امضي هنا. وانت اتفضل امضي هنا. يلا اتفضلوا، مع السلامة. سمعت نفسك هخلص عليك. حظك حلو، انا ماليش في الاذية وبحبش الدم. كان زماني دلوقتي خلصت عليكي وريحت الناس من شرك ودفعتك تمن خيانتك اللي ياما حذرتك منها. بس تقولي ايه، الطبع غلاب وطبعك الوسخ وقعك في شر اعمالك. مش كده وبس، ده وقعك في واحد اوسخ منك. بعد
ما خد غرضه منك، سرقك وكان عايز يقتلك. أنا مش جاي أشمت فيكي ولا حتى أقتلك، خسارة فيكي تمن الطلبة. أنا جاي عشان خاطر أحذرك وأقولك أوعي تجيبي سيرة أي حاجة حصلت، أنت فاهمة؟ والبوليس كل اللي يعرفه عن الموضوع ده إنه مجرد خيانة. واحدة ست اتخانقت مع جوزها وهربت مع عاشقها، وفي الآخر سرقها وخد كل اللي عيلتها وكان عايز يقتلها. أي حرف زيادة هعرف أوصل لك زي ما وصلت لك دلوقتي، وهخلص عليكي. ساعتها تبقي أنت الغنية على نفسك، والنصايح اللي كنت بنصحها لك زمان وما سمعتهاش ياريت تسمعيها دلوقتي. بلاش ديلك النجس يلعب عشان ما تأذيش نفسك وتأذينا معاكي، وخلي الموضوع يعدي. انت من سكة واحنا من سكة، وربنا يكفيك شرنا. اما بالنسبة لأكرم فانا هخليه يطلقك وينضف منك، ده آخر كلام عندي. وأي كلام تاني هتدفعي تمنه من دمك يا حلوة. وبعد ما تفوقي كده وتقفي على رجليكي، يا ريت ما تبصيش وراكي وتحمدي ربنا على نعمة النسيان. فهماني؟ اثبت مكانك وارفع ايديك لفوق اشوفها. خير يا باشا؟ في ايه؟ اقفل بقك يالا، ما تفتحوش غير لما الباشا يسالك. سامع؟ عينيا بس مش هفهم الاول في ايه؟ في انك متهم بالشروع في قتل ميرفت السيد. انا قتل ميرفت؟ طب ليه؟ عشان ما تتكلمش يا خفيف وتقول كل اللي تعرفه عنكم. ليه يا باشا؟ سيادتك فاهم الموضوع غلط. فتحي اخو اكرم جوزي كان جاي عشان يطمن عليا ويبلغني ان اكرم هيطلقني بعد اللي حصل مني، وطلب مني ابعد عن اكرم خالص بعد اللي انا عملته عشان ما يتهورش. يعني فتحي لا كان هيأذيني ولا حتى بيهددني. شفت يا باشا؟ أديك ظلمتني وحضرتك طلعت غلطان. أنت اسمك فتحي، أخو أكرم زيدان. أيوة يا باشا، أنا فتحي زيدان. تعرف غنيم منين يا فتحي؟ فتحي وأكرم ما يعرفوش غنيم ده خالص يا باشا. أنا اللي أعرفه من أيام ما كنت شغالة في الكباريات. الله يجازيه بقى، لعب بعقلي. وأنا كنت بتخانق مع أكرم بينا خلافات ومشاكل، قلت هو ده اللي هينجدني من اللي أنا فيه. سبت بيتي وهربت معاه، بس غدر بيا وسرق دهبي وتحويشة عمري وحاول يقتلني. وغنيم ده وصلت له ازاي يا بت؟ وصلتي لغنيم ازاي؟ هو معاه رقم تليفوني يا باشا، كان بيتصل بيا من وقت للتاني ويحاول يرجع الود القديم، خصوصا انه عارف اني مش مرتاحه مع اكرم، واستنى على الودان امر من السحر يا باشا. في ساعه شيطان اتفقت مع اني اهرب واسيب البيت، وحصل اللي حصل. ميرفت، انا عايزك تقولي كل حاجه، قولي الحقيقه، ما تخافيش من اي حد ولا اي تهديد، وانا معاكي وهحميكي مش هسيبك.